ما هذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض. الشيعة حمير ويأخذون عن الحمير. الوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدع. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مش دار أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني تقول لك بكيان حالة الفرمون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركبت نعم وغاية ديخ مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. هذه الوثيقة التي سربها هو أحمد الجعفري، كان من تلاميذ كمال الحيدري، وهو الذي سجلها بجهاز الموبايل الخاص به. هذا الذي يضحك يقهقه هذا هو أحمد الجعفري، لأنه كان قريبا من جهاز التسجيل الذي يقهقه أثناء حديث كمال الحيدري هو أحمد الجعفري. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن ينصتوا إلى ضحك أحمد الجعفري. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدع. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل مش دار أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني تقول لك بكيان حالة الفرمون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يظهر فيه ضحك الجعفري، وهو مقتطع من الوثيقة نفسها. ديخ عربي فقش ديخ عربي فقش ديخ عربي فقش ديخ عربي فقش. نحن لا ندري لماذا يضحك أحمد الجعفري. هل أدرك أنه حمار ديخي يركب عليه المراجع مثلما يتحدث كمال الحيدري عن واقع الشيعة فكان يضحك على نفسه؟ لا ندري. وربما يضحك على الشيعة لأنه جزء من هذه المنظومة التي تساعد المراجع في أن يجعل الشيعة حميرا، ربما يضحك على الشيعة، وربما يضحك كما يضحك السفهاء. سفيه، السفيه يضحك مع الناس إذا ما ضحكوا وهو لا يدري لماذا ضحكوا ولماذا هو يضحك. حكاية خطرت في بالي من حكايات الحيوانات، يقولون فديوم الأسد اجت الحيوانات تزوره إلى عرينه باعتباره هو ملك الغاب، فاجت الحيوانات تزوره كل الحيوانات مناسبة من المناسبات الملكية.
استقبلهم الأسد، رحب بهم وانفتح معهم في الحديث، سولف لهم فد نكتة، نكتة قوية كلش. الأسد قام يضحك، الحيوانات كلها ضحكت، كل الحيوانات تقهقه من الضحك، النكتة كانت قوية جدا. أكو حيوان واحد بس ما كان يضحك، أبو صابر الحمار المطي ما كان يضحك، كان مخنطل. وأبو صابر من يخنطل تحفة، تقول المرجع الأعلى وجاي أحد مقلديه يسأله وما يعرف الجواب فيخنطل المرجع. ليش يخنطل؟ حتى ذول الحبربش يجروا لهذا السائل، يقولوا له سماحة المرجع مريض ما إلى خلق، تعال تعال نجاوبك، يأخذوا يكذبون عليه، ينطوفر الجواب من الأجوبة. مثل ما قلت لكم أبو صابر مني خنطل تحفة، تقول هو المرجع وجاي يسأله أحد مقلدي والمرجع ما يعرف، وهذه عادة عند المراجع، من ما يعرف يجاوب يخنطل. فكأن المرجع المخنطل هو أبو صابر، وكأن أبو صابر المخنطل هو المرجع المخنطل. على أي حال أبو صابر ظل مخنطل، وانفض المجلس وأبو صابر مخنطل. ورا أسبوع الأسد مر من مكان المطي، من مكان أبو صابر، لقى المطي قاعد وحده ويضحك، يشيل روحه ويدكه يضحك يضحك. الأسد قال له شنو قضيتك أنت أبو صابر؟ شو إحنا كنا قاعدين كنا سوا ونسولف ومتونسين ونضحك، وسولفت أنا نكتة قوية الحيوانات كلها ضحكت، بس أنت ظليت مخنطل، هسا أنت قاعد وحدك وتضحك، شنو قضيتك؟ قال له يا أبو خميس، أبو خميس كنية الأسد. قال له يا أبو خميس أنا ما فهمت النكتة وصار لي أسبوع أفكر بيها، وهسا يلا افتهمتها، من افتهمتها قمت أضحك. قال له بالله ما تقول لي شفتهمت أنت من النكتة، سولف له طلع ما فاهم النكتة، طلع يضحك على شيء هو ما فاهمه بالغلط. قال له بس هي النكتة مو هالشكل. قال له المهم أنا ضحكت، هذا هو ضحك السفهاء. هسا احنا ما ندري هذا ضحك أحمد الجعفري من يا نوع هو،